يلا ليلى هلا بنكب السمنه على وش التصريف. مرت عمي اعملي بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله اشهقي. الله عليك يا ليلى. بسم الله الرحمن. شوفوا الخبز اللي حمصته مرت عمي بالمايكرويف كيف كسرته. الله يسلم ايديك يا حجه محمد. لك اكيد اكيد يعيشوا هالديت. هلا المشاهدين بدهم يدعوا لي من هالديت. حيدعوا لك كثير. انا كثير بحبه. حبيبي انا كثير بدي اعمل لهم وجبه فلافل اذا الله كتب لي عمل. باذن الله. فلافل منك. عن جد والله. صباح الخير كيفكم احبائي؟ حذروا انا هلا وين؟ عند مرت عمي، دقت لي على الساعة 7:30 وعزمتني على الترويقة، يعني على الفطور. شوفوا هالترويقة الطيبة يلي محضرت لنا اياها مرت عمي حبيبتي. لك يعيشوا هديات يا حبيبتي القلب. اهلا صباح الخير. يا صباح الورد كيفك مرت عمي؟ حبيبتي كيف صحتك؟ والله مشتاقت لك. يعني ما صدقتي قلت لك تعال تروقي وركبتي ركض؟ ابدا. يعني من اول كلمة تنيناها. وسهلة. لك انا بيصح لي اصطبح مع هالوش الحلو وبقول لا لو سهله فيك يا مرت عمي. شو هيدا حبيبتي انت؟ نحن عملنا شعيبيات بسبانغ يا عين لحمه بالعجين. شوفوا شوفوا مرت عمي شو بتتفنن. الشاي على النار ليطلع. يا سلام. هيدي السمنه بدي احطها فوق التسقيه تسقيه الحمص. اه رح تعملي لنا تسقيه اليوم. ايه. انا عم حبيبتي حمصت الخبز الميكروويف على الناشف فتته بالصينيه. يا سلام. له حبه ملح حمص المسلوق. هلا بس بدي اعملها حط على وشها حمص لبن مع الطحينه. مزجت اللبن مع الطحينه مع البهار مع الكمون مع البابريكا مع الملح مع كل شيء. لايكي كيف صارت جامده متماسكه. هلا هيدي بدي احطها على وش الحمص. بس حط الخبز. بنحطها على الخبز وبعدين بنحط الحمص ولا اول شيء الحمص وبعدين الخبز؟ ايه. اول شيء الحمص ليلى بنحطه على الخبزات نرجع بنغطي هدول بالحمصان نرجع ندوب السمنة بنحطها على الوش. يا سلام. بس نعملها بصور لك اياها. تمام. ومن خير الله وخيرك ليلى الحمد لله رب العالمين. الله عطينا حتى ما بنستاهل. الحمد لله. الرحمن الرحيم. هذا زيتون من البيت، هي جبن الحالوم، هذا المكدوس من البيت، هيدي اللبنة، هذا زيتون الثاني، هذا المخلل حد التسقية أكيد، وهيدي المعجنات بال سلق وبسبانك. وهذا الزعتر ضروري. وهي الترويقه اللبنانيه يلي انا اذا ببرم الدنيا كلها ما بلاقي مثلها. اهلا وسهلا فيكي وبزوجك. لك حبيبه قلبي واخصه هالوش الحلو معنا على الترويقه. اهلا وسهلا فيكي. يعني حبيبي. انا كثير انبسطت لانك جيتي والله. تخبريني. مرت عمي هولي بتضلي تقلبيهم مشان يسخنوا وش وقفا ما هيك؟ ايه يسخنوا ليلى ويتحمصوا ويصيروا يتقرشوا ويصيروا طيبين. يعني هي طريقه حلوه للناس اللي مثلا ما عندهم مايكروويف. ايه عن ناشف عمو حبيبتي لا سمنه ولا زيت. مع انه مرت عمي عندها مايكروويف. ايه بس هيك اطيب. هيك اطيب. ايه واسرع. صح صح. لا افتح وسخنوا ليكو مثلا مرت عمي عم بتفرجيكم هلا بالمايكرويف كمان يلي حابب يعمل الخبز وفيكم تعملوها بمقليه التفاح. لا هيدي يا ليلى بدي احطها على وش التصقيه. هي على وش التصقيه. هيدي محل الصنوبه محل اللوز محل شيء. يعني الواحد بفصفصها صغير صغير بكسرها وبيحطها على الوجه. يا سلام. كثير طيبه وبتعطي منظر كثير حلو. ايه طيبه. هلا بتشوفوا قلش. هلا بتشوفوا كيف. هيدي بالمايكرويف سخنتها. ليكو كيف بتنكسر؟ ها دغري لك. يعيشوا هالديات. وانا وجاي على الطريق كمان كان في فران على طريقنا جبت له لمرت عمي معي هول ال ما بعرف شو بيسموا شو اسمهم هول يا مرت عمي. هذا كعك فرجيني. هذا كعك بجوز الهن او بشوكولا. هذا بشوكولا. افتح افتحي ايه. مرت عمي افتحي شو في قلبه. يا ليكي هاي هذا بشوكولا. ها شي بيسهل. ايه ده بشوكولا. ايه مظبوط. وبعرفك بتحبي الكعك مع الشاي. هذا كعك للشاي. سلم ديتك ليلى. الله يسلمك. وهذا كعك بينسون. وهذا اللي بينسون هلا. بينسون طيب كثير كثير. مع القهوة عن جد هذا كثير طيب. الله يسلم ايديك. الله يسلمك حبيبة قلبي. ويعود عليك. وهيدا محشي جبنة. هذا للجبنة صح. هذا محشي جبنة. صح هدول للجبنة. كثير طيبة هيدي النوعية كمان ليلى. صح. كله طيب. سلم ديتك. حبيبتي. اهلا وسهلا. لكانت ترويقتنا شبه جاهزة وهون بلشنا نسخن بالهولي. شو اسمهم يا مرت عمي هون؟ بطرابلس. بالعجين. بطرابلس بيسموهم لحم بعجين. لحم بعجين صح. هذا في بقلب اللحم تبعه دبس رمان ما هيك يا مرت عمي؟ دبس رمان شوية بقدونس شوية نعنع خفيف طحينة أه. ملح بهار لك لحم وبيتاكل معه نعنع أخضر. أخضر وبندورة. نعنع وبندورة. أنا عم حط قرفة للشاي. يا سلام. يا سلام.
ايه مرت عمي، هلا شو بدنا نطبقها للتسقية؟ هلا بدي ادور على السمنة. اول شي بدنا نشعل تحت السمنة اكيد حتى هي وسخنة دغري مباشرة. اول ما منطبق منسكب السمنة دغري. ها بسم الله الرحمن الرحيم. هلا شو بدي اعمل؟ يا سلام، حطيت ملح فوق الخبز. حطينا ملح فوق الخبز اللي حمصناه بالمايكروويف. هلا بنرش الحمص وبنحرك شوي مع الحمص والخبز. اها نرجع من مدة. يا سلام. هلا بنحط الحمص. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. هلا لو طلع معي شوية مي بالملعقة معلي لأن الخبز محمص. ما يخافوا. بتشت شو؟ أيوة صح. يعني يا مرت عمي أنا أول ما تزوجت وسكنت بطرابلس لاحظت إنه برمضان كل يوم كل يوم هيدي التسقية موجودة على سفرة الإفطار. كل يوم هذا الطبق مفضل برمضان. صح، كل صايم بحب يعمل هالطبق هذا ليلة. صحيح هيك. معودين هيك بشمال لبنان هيك معودين. هي طيبة، هي طيبة ليلة. صح. بعدين فيها مكونات طحينة لبن خبز حمص سمنة كله موجود فيها. ليك شفتيها غطيت كل الخبز، ما خليت ولا خبز مبين. يا سلام. يعني تقريبا هيدي الصينية اخذت شي ربع كيلو حمص. عمو حبيبتي الحمص نقعته من عشية نص كيلو نقعتهم قمت بكير سلقتهم وغيرتهم. تمام ايه اخذت نص كيلو لكن لانها كبيرة عشان تقدينا. ما شاء الله. كل حسب عيلة حسب عدد افرادها. صح. ناس بتعمل جار، ناس بتعمل صحن، ناس بتعمل صينية. يعني شايفين ايه نحن عملنا صينية. بسم الله الرحمن الرحيم. خلصنا هذا الحمص صار جاهز. لكن هلا بعد ما حطينا فوق الخبزات الحمصات، هلا شو يا مرت عمي؟ هذا 3 كواب لبن لهالصينيه. اها. وكوب طحينه. كوب طحينه. 3 كواب لبن، كانوا بالاول ليلى يعملوها بطحينه على الحل. هلا لقوا انه التوفير اكثر واطيب. بس انا حسيتها مع اللبن اطيب. اخف. بحسها اخف. صح. حطينا نتفه كمون، نتفه 7 بهارات، نتفه ملح، نتفه بابريكا. رشي 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 نتفه نتفه. وهلا بجي بسكبها فوق الصينيه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لك يعيشوا هالديات. لقمه اما لقمه يا ليلى. الحمد لله الحمد لله. مرت عمي صارت ايدها احسن وصار فيها ترجع تشتغل مثل الاول بس عمهل شوي شوي. صح صح الحمد لله. في وجع بس وجع غميق. ان شاء الله ما بتشوفي الوجع يا مرت عمي. الله يرضى عليك يا ليلى حبيبه قلبي. وهلا بنصفي اللبن على وش التسقيه. الله يسلم ايديك يا حجه ام محمد. لك اكيد اكيد. يعيشوا هالديات. هلا المشاهدين بدهم يدعوا لي من جد. حيدعوا لك كثير. انا كثير بحبه. حبيبي انا كثير بدي اعمل لهم وجبه فلافل اذا الله كتب لي عمل. باذن الله. فلافل منك عن جد والله. بدي اعمل لهم فلافل حياتهم ما بينسوا طعمتها ان شاء الله. نيالنا لكان ترقبوا قريبا جدا وصفة فلافل غير شكل من تحديات حبيبة قلبي. تكرم عينك وعينه حبيبتي. تكرم عينك قريبا جدا ان شاء الله باذن الله. شوي فلفل على وشها مشان تعطيها نكهة طيبة. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا فلفل اسود يا مرت عمي؟ لا 7 بهارات. سبع بهارات. بهارات مشكلة يعني. هلا نتفة حار ما كثير كمان حار؟ بيطلبوا منا الكبار والصغار ما بنكتب. نتفة حار. ايه حار نتفة صغيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ها نتفه تلويني عشان ياكلوا منها الكبار والصغار. يعني بدكم تسامحوني على الاضاءه لانه انا كنت جايه اتروق عندها فجاه يعني صارت العزيمه فماني جايبه لا اضاءه ولا ستاند ولا شيء. اتحملونا هالمشوار. حبيت شارك معكم ترويقتي مع مرت عمي وهي بالعاده على شو بتعزمنا وهالترويقه الطيبه فاعذروني على الاضاءه. اهلا وسهلا فيك يا ليلى حبيبتي. انت يا حبيبتي هلا بنقرب الصينيه عن نص الموضع المزبوط تبعها وبنكب السمنه على وشها لحتى الكل يطال منها. صح. شوفوا الخبز اللي حمصته مرت عمي بالمايكرويف كيف كسرته. كسرته بهذا الحجم. هلا بتزين فيه وش التسقيه واللي بده بيحط لوز بده صنوبر بقى حسب انتو وامكانياتكم. يلا ليلى هلا بنكب السمنه على وش التصريف. مرت عمي اعملي بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله اشهقي. الله عليك يا ليلى. بسم الله الرحمن الرحيم. شفتي؟ يا سلام يا سلام. شموا الروايح شموا. هلا بنجيب الخبزات اللي حمصناهم بالمايكروويف وبنطلقهم على وشهم. يا سلام.
منظر بشهي. وصارت سنيتنا جاهزة. ما بدنا غير تجوا تتفضلوا تتروحوا معنا. حبيبي قلبي. لك يا أهلا وميت سهلة فيكي. يا ريتكم عن جد كلكم كنتوا معنا. متمنيتكم كلكم تشاركونا بهيدي السفرة الحلوة الشهية. لك الله يخليك بصحتك وعافيتك يا رب. أهلا وسهلا فيك. ويطول لنا بعمرك يا حبيبتي القلب. عينيك سبحان الله ليلى لك رزقك تتروقي عندي اليوم. عن جد صحيح. قلت لها لك قلتي لي ايه اهلا وسهلا وقلت لي لا أصلاً. يعني تخيلي انا وقلت لك لا تخيلي. لا والله كنت زعلت. كنت زعلت لانه عيني حسيت انك تجي لعندي اليوم. حبيبة قلبي مرت عمي انا ما فيني ارفض عزيمتك ابدا. اهلا وسهلا. انت قولي لي تعي كل يوم وما عليك. اي اهلا وسهلا حبيبتي. لكان حبايب قلبي ترويقتنا صارت جاهزة ورح نقعد ونتروق. صدقا متمنيتكم شخص شخص لو كنتوا معنا وعم بتشاركونا بهيدي الترويقة. أنا بعرف كتار بيقولوا لي ليلى ما في أطيب من الترويقة اللبنانية وعبالنا نتروق شي مرة ترويقة لبنانية. هو فعلا أطيب ترويقة بالدنيا كلها هي الترويقة اللبنانية وأخصة من تحديات مين؟ مرت عمي حبيبة قلبي حميدي. واخر شيء بقلكن اياه انه بتمنى يكون عجبكم هالفيديو السريع لليوم ومنشوفكم بفيديو جاي. مرت عمي وعدتنا بالفلافل ان شاء الله ان شاء الله اذا الله كتب لي عمل وجبه فلافل غير شكلك. الله يطول بعمرك يا عمرك ان شاء الله قريبا جدا وصفه فلافل غير شكل تكرم عينك من تحديات مرت عمي. تكرم عينك وعينك. اهلا وسهلا شرفتي حبيبتي. اهلين نجيب فبريق ان شاء الله. يلا هلا انا حاسكب كبايه شاي وحده. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سلام شايات ومصليين على النبي. دمعه صبي لنا كاس يا هون مرت عمي. تفضل. يا سلام يا سلام يا مرت عمي. لا عبي لي يا مرت عمي. ايه انا قلب عليك شايفك جنسكيه. يا سلام. وهلا بعد الترويقة الطيبة عم نشرب القهوة. يا سلام يا سلام. حطفح لك فنجانك هيك تشبعي قهوة. انه حقول لك لا يا مرت عمي. ما بتقولي لا جبادك ما بترد مية. انا بعرف. بسم الله. يا سلام القهوة غير شكل.